بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي أفرطن يا سقالات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وحبابي هاي إني أي سنبنانين وحارانت هاي والدك إلا قويه ومركاسي عاق لغو النقضة عاسي لغو النقضة، وقطيعة الرحم قرابضة إيو أهل كإن لغو ينيس حاران تاي. العقوق ومن عق والده يعق عقوقا، والعق أسل كيس والقطع والشق شيء إن لغو يأم الله دل عشو أيال ليدا هذا وحان لو جيدا وإن والدك عاسي أما أدبته أي عاق نمضى لغو ذا. قطيعة الرحم نايدنا وقرابة إن الله حريرين مركا والدك عقل ونقض إن حرام تهي كبيرة من الكبائر تهي وإجماع المسلمين ومسألة إجماعية وإن خلاف اللهين. عقوق الوالدين تهي حرام كبيرة من الكبائر، وحاسوها قطيعة الرحم رحمك اللقو ياسونا إنو يهي دنب وين وكبيرة ومسألة عن خلاف كتشرة يدونا من حيث الجملة تفاصيل خلافية ويشرته. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم ملغيابا ان توليتم هدا دينك كتشت ستان، اما ان توليتم هداد قعنت كدغتان امور المسلمين او امور الناس اتولدا تولي عرادك اها يكي ولايتها لبضوا ولغو فسرا لبض معام ايد واحتماشا ملغيابا دينك هدا كتشت ستان اما ددك تلوده قعنت كدغتان ان تفسدوا في الارض ذلك إن أدفس هذه سان وبالظلم والشرك والكفر أدفس هذه سان، وتقطع أرحامكم أهل كيني رحم كنا أدقوي سان أولئك كوا أصدلك فسهادية رحم كنا أدقوي الذين لعنهم الله وكون رب نحريس تكفقوا فأصمهم وكدق ترعا سماع الحق حق إني مقلان أما إدقيستان وأعمى أبصارهم أرقضون أوي رب الترؤ باب الشيء وحق أن أركينين. وقال تبارك وتعالى: إلى يحرق الذين والذين كوا أيا عبيسا أما والذين كوا ينقضون برنيا قويني دميني عهد الله إلهي بلن كيسي من بعد ميثاقه انت لا أتكي لدوشي كذب أيا اعترافي أما وي أقبلين أما إلهي بابا أدلة قرآنية نبوية إجماعية حوشي ويقطعون قويني ما أمر الله به أن يوصل وحو رب فراي إلا حريري قوينينا وقرابدي الرحمك، ويفسدون في الأرض بالظلم والشرك والكفر للكنا فساد يكتلي حمان لهم أولئك كوا أيقا لهم اللعنة نحريس الله إن لقد يريعوا أهاتو أبال لقد قيا ولهم حو هذا سوء الدار عاقب حن واليهن سوء الدار الدار مركا إني جهنم النقطه وصوغن عذابك اللقو ويدعي كرتا ولهم سوء الدار أي ولهم عذاب جهنم لوتشيو إني تاي سوء الخاتم نوادعي كرتايو هرامبا وحسوس عتي آيات ديكو الرئيسي سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار باكو الرئيسي آيات مركو عقب الدار يسوء الدار مركو إسكين يانو عاقبو يا آياتنا وناكسين الدنيا آخر با يكون ليهين سوء كو وناكسنا إولهايين عاقبة وناكسن يا آياتين وناكسن آخرية الدنبا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربك وحو أمر النبي محمد أمر حكومي شرعا أسلم من أحدا كاهن إلا أحدا أسلم كاهن إلا عابدين بو رب حكومي وبالوالدين إحسانا لبدا والدنا إلا إحسان فهو رب حكومة أمري إما يبلغن إما هذا واسك إنتي شرطية هيد أو ما للراعيه حجسو روشسة إما يبلغن عندك الكبرى هذي قاران وايل نما أدق أكتادا كو قاران أحدهما مدكوت أو كلاهما أمر لبدي والد با فلا تقل لهما أف أف قل هنا هذا الأيد بصدن هلا إمن ولا تنهرهما هقول قول وإن دقبيدي هذا يشرديد يشر حمي يسن كو أركن وقل لهما قولا كريما وير ونكسرنا كله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما أورارع لبدي والد جناح الذل الجناح الذليل بالوتشي ذا مرك قرب كذا أوراري عوام هذا الكذي يقعن تذي أفي أدن كذا هو دبع سنادين بالله وذا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين من الرحمة نحرس درتيت إيا نحرس هذا نحرسنا أوجد قرب كإيا هذا الكذا أوراري وقل رب ارحمهما
waxaad ku tiraa rabbi oo u naxariisa alla ku dha alla u bari kamaa rabbayaani sagiira siday ii soo korsheen anoo yar iguna naxariisan jireen marka naxariista waalidka loo weydiina waalidka muslimka midka gaalka ay gaalnimo ku dhinta asagoo kuma jiro ninka naxariis u bari uu ku gaaloobayaa وعن أبي بكرة النفيع بن حار رضي الله تعالى عنهما عفوا رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم من إذين شيخ المسلمين بأكبر الكبائر دروب تواوين كوا أوا وين أسيدا يو كبائرة يهدنا سيكلا درينيين أكبر الكبار من إذين شيخ ثلاثا صدح جرب النبي كعلي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر نبي رقم حول شيء أو ربعين لقى فهمه أما أودون ينسفي عن دتك أودنا يان وكعل علين شري لزيادة الاهتمام والاعتناء قلنا وحان لبلا نبي الله هاي نوشك أكبر الكبائر وأبا هن هاي نسكت شري نوشك نبي الله يا رسول الله قال سبحانه وحول الإشراك بالله إله لو شريك يلو الإشراك بالله إله لو شريك يلو يعني إله لو كفر الإشراك بالله هنا وحلق وذا الكفر الكفر بالله كفر قوينا يا شرك قوينا أي لو شيء حتى شرك أصغر كا وسوق ليا محاي لي كبائرتك الأساء كوا أنك شرك أصغر كما كلا في ريو الإشراك بالله إله وحق سخاص كاها أنك سللو ذاتيو وعقوق الوالدين لابد كل شيء لو عاسي قروبه لابد والدنا لو عاسي قروبه وكان متكئا النبي ودنجيغه واجنجرسنا وشغل كلكو كهيه فجلس النبي وافرست عليه الصلاه والسلام واتيرسنا ودرب كوتيرسنا بعض الصحابه كوتيرسنا والروايه فجلس النبي وصوفرست عليه الصلاه والسلام فقال وحوري الا وقول الزور هذا الكبينت انا اسك الالي الاشراك بالله وحقوق الوالدين الا وقول الزور انا ويقدنت وقول الزور والله اخر يا دم لها هذا الكبينتا إن صحر أهين إسكا إلالية قول الزور أسلكيس هو وصف الشيء على خلاف ما هو به الزور وشيء بينتا وشيء باطل كا وشيء أنشرين وإن هو شيء كتل ما أنت وحوصا أهي هذا هو الزور مركا أما فل هنغضا أما ورد هنغطو أما مخراتي مركا هنغضا هجونها اللوصر ليجادة وشهادة الزور مخراتي بيانات كان اسكي الاليه مرك قول الزور وكعم سنيه هي شهاده الزور لان شهاده الزور وفرد من افراد قول الزور الا وقول الزور هذا الكبينت انا اسكي الاليه ان جيرين بربغانده اي وشهاده الزور مخراتي بيانات كا اسكي الاشو وا لو افبا ويه فما زال موسى كزول صوبن يكررها ودن دنبين كعلن الا وقول الزور وشهاده الزور نبي اوليه هي حتى قلنا إلى أن أسنيري ليته الله هدي سكت النبي إسكاء موسى لها صومو وانا أكسنان لها ويقول نحايا النبي قد انقانا يان انتو النبي كو العلن ليو يعني النبي قد انقانا وحيد النبي شو إنو إسكاء نستو وان فهاني واقراني ايا وانا أكسنان لها هيد وادان وحيد المئة وحي كوادان النبي مر والبو كو عليو وحي سيد دريما يان دنبقو انتا إنو كوين يهي العلن تا النبي قو العلن ليو وحي تسيسا دنبقو إنو سنهين ماشي فيليين ميل كفك إنو جوغي يوغانيا ومرك هذا النبي يقول سيو هذا كبائر تين تقول رافو بالشرك يجعلها ياو والنبي يقول علي تكرار النبي يقول حكينا يا إن حكم كل شيء هو كردي على إسكيسي متفق عليه والسكوا فق حديث كان السجاء اللي شركوا بالله النبي يقول كبر الله عليه الصلاة والسلام لأن الشرك هو وحوي أنتوا هل مربو النبي وشرك كل شيء عقوق الوالدين هل مربو شيء لكن مركو سوغاري صوبانو هذا الكبين تا يا مخاتب بينات كا مركو سوغاري واعش هذا الكي علوم حيرين لان الشرك والاشراك ينبو عنه قلب الموحد وعقوق الوالدين ينفر عنه طبع السليم اما قول الزور كاسباب بدن باكينتا دواعي بدن باكينتا وحيبا كوغو حنباري حسد با كوغو حنباري عداوات با كوغو حنباري نينجعليسي با كوغو حنباري ورجعيل با كوغو حنباري هولو بدن با اسك جيره ما دام مرك اي سهلنت هي بينتا ان لوغو دحو اسباب فر بدن اما مخاتي بين الله فورو وحيبا بدن هبل كخومه يا حق بينا كو دحل يا ادويو كو هل بينتا لو شيغو ساسو نبي اوغا ديغيا ولكثره وقوع قول الزور في الواقع في الخارج في الناس وكثرة شهادة الزور بالنبي وقع عليه ماها إني كدرينهن الشرك جاء عقوق الوالدين كدرين ساس النبي وقع عليه الصلاة والسلام قيبته رأي قصة أبسن الإشراك
shirkigu daabidkiisu waa in badan baynu soo tilmaannay waxaa weeye waa ithbaatu shariikin lillaahi fiimaa huwa min khasaa'is illah الشرك الأكبر ضابطه هي تعريفك سواء أنت وإن إلهي حقي سخاص كأ لو ذا جسؤون هي خلق من الخلائق إثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله التشريع الحكم والتحاكم ألك لجيب عسكر عبادة ذبح صلاة أحكام تاسوردن وإلهي قوند اللي هي متكم مدى إن أون سيسو أما ملك أما بقر أما جن أما إنسي أما أوليو أما أبو تألا أدوي إذا اكتوى إسكا كوبان تا أيضو شركة أكبر كا مركا لقاها الله شركة أصغر كا أسوغو شرك الأغراض بالي هذا وشرك المقاسد وكل دوين شركة أكبر كا نوع من العبادة أما حقاس ربي لي هاي أياد أحد كلا أديسة إذا وصرف عبادة وصرف خصيصة من خصائص الله إلى غير الله وصرفك شرك أكبر كا. أما شرك أصغر كرياج يصم عضا اللي يقان أصغر معها صرف عبادة أو خصيصة أو حق خاص لله إلى غير الله معها إوام حي شيء الذي ارتبط أول إيمانيسا إلهي بل أصر فينيسا عفوا إلهي بل أتكنيسا إلهي بل أصوميسا أصلا ليسا لكن ضد كبد أشيء أو حد دونيسا إن لقوا أمانه وحلقوا قصيه صادرت وحلها شرك الأغراض مراد الله لا ضحك شنيسا أظن تكن هيو إلهي درتي ركعتين سنة وتكن هي يد وذات هلك كاس وأي هي يد ركتي سيف عم بسوك ربحين وادستوسيني سجود بعد يا ركادين ركوع بعد توسيني وادس كربحين ضماني بعد كحسيري قرآن كعتك بعد كسي ديني هرانا سأل لو سالت كي قد تكن لها ده كل قال نقول لها لكن مركز عطين إشي ملعس وكلاس عضو الحوح الذين زا ويرنش ناشيسا عباد مرك يدوت كتي ودود إلى الله سبحانه وتعالى لكن وشيد أدو الله هذا هاي أقول له أمانة أما حوح لو حرمية أي تحق لي سي ثوابك عبادة وشرك الأغراض صلاة ما حلو قدونا إلهي نكو قدن بدا فشنا أذكوهش وحاد كل قدونا إذا إن لغو أمانه وحد كل دوني سائن حقوق شاه لغو شبه شرك الأغراض تاسع اللوي وكل دوين هنا كلا فانتان لماذا الشرك أن أصغر النقد كان نوع أكبر النقد من نوع إن العبادة إلى غيرك أبحصه أو أولي على خيري يجيد إيه بلايا أو حصارته أو حموده وحق ربك أتيسه إذن لابد بوي وضع سلام ركا أيضا عبادة تسيسة إلى غيرك إيه أجيدية مقصد إلى غيرك كلاه ذا وي وضع السعودان أيه مركا أيضا لكن كان أصغر كا وحوي عبادة إله الدرتي بالأولى إتم أصل كيدي لكن ثواب كيدي أيد آدمها سوق ليس إيه أجيدية اللو تكني بد آدمها سوق ليس لكن عبادة مسي ليس ولذا حنفيدوا إلى هذين هدي أضو صلاة كتر أد أغاتو إن ويسدو كاتشابان تهي مخرجوا لوجوري عشوا لوجورو أي وحده قاتنا هو يسق بين وحاتر هذا الدقاق والله قل يا أبي اسكتك وأنا لركو عليه واد سجود واد ودي هدو مركان سلام النقصان وحك بحضي واد سوي ستو مغرب كذي عشاء واد تكت حنا في حيدا كافر باط وكفري لماذا ها إذا هذا وحيدا هذا ضدك ولا تمد هو في رسالة معناها شرك الأغراض ما هي تنا ورنا وحد ولا تمد إلهي أمت كن يزاد ولوك إلهي هوش نكسر عرين وبلا طهارة حين شرين بل أكتها صلاة ورنا ركعتين كان وحد ولا تمد أم ثلاث ركعات أربع ركعات لي لغير الله إذا مركه كفر بيدهج هذا حتى تكبد بعده واستهزاء استخفاف بالصلاة وحو إلهي يجد هلا وينيات فضيزة طيفة أنت كافر أنا في وسطك أحريقية هو شيء فانتين بيلا طيب مركة كلا فهم الشرك الأصغر إيو شرك الأكبر فارقة ودح اللوكة الساري عقوق الوالدين ومثلا دبدا حق الضابط كذا هذا أبين نوديد وانا صوت المامي والدكو إن لقعاسي قروبو أولا دبا إن أي حاران تهي
أو كبيرة من الكبائر تاعي لم يختلف فيه اثنان من المسلمين لبن مسلمين اسكم هرديان وحمرنا كما تاقنو لكن وحالكم ما نضافو أمن كان لسوء لا إياه وذاته كهر دمان ضابط كي يقاعد نورنا يسمى محيط تهي أما محوية هاي عقوق الوالدين العز بن عبد السلام كتاب كسي قواعد الأنام قواعد الأحكام في مصالح الألام محويلي سوى البنتان أباري أيان أوى ضابط أروري عقوق الوالدين ومحاجر وحويلي وحي أواجب أجانب توالدك وأواجب ما يجب لغير الوالدين يجب لهما شيء والبي حارانتها إن أجانب تلقوا سمعينا وحرام في حق الوالدين وحول بي والدين تك أمرانا إن لفري واج لازم ماها قيبا لقو خلاف بول شيء والبي كاريبان إن لقى حرانا مربيس لازم ماهين وحبا لقو خلافي إذن أمر كدورنا ماها بول مدل فلنيو وحي كاريبان ودنا ماها مدل قتقيو سيدو كالي وحي أواجب أجانب وواجب وحي كحرام إن أجانب لقو سمعينا أيونا واك حاران وحي كدوين بنادن كالضابط كسوان وايبول الإمام ابن صلاح ويا قرانا هاي هذا كورنا يدودن العز فتاوي فتاوي زو حكوش قد ضابط على مدى أصغر إنه ليه هاي وذات كاس فقيها سنة كوية ريا أنا قد قيس ضابط إنه ليه المودة لكن مو هذا القادم لكن عقوق الوالدين فتوذي سمط بعضا أيو كوش يقو وحوي لأصغر كوش وكل فعل يتأذى به الوالد كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين وليس من الواجبات على الولد ضابط كسر سوق سيداي والله بيت قروح سن معيدي عقوق الوالدين هو حاوي فل والباء والدك ولب سنة يلب وي لب خفيفة ترى ومحوش هذا مثلا هو يدا صلاة عشها إن هذا دحيل عبسي يرتشرتو وإسكت لب سنة هو يوم إسكت شوكت قلوا ما إسكت تكتت صلاة دين لسوت كذا وهو واجب إيه صلاة الصبح وكله هؤلاء عظيم أيضا وقضى نين السو والدك قال لي أكون أنا جسمي ورك يسنا يكون يرني بتوي ويكاري حنوسا والد وسكت قلنا هذه صادرت الحوري وفعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين أن فضي متك فضوا الله دل قدنا يا برو عقوق من نقوني وليس من الواجبات على الولد واجباتك كسارنا إلهي كساري والدك ضدنا هرب سدي ما تكتي إذا والدك بعد ابتعاق باطمية لغو قران مايا ضابط قصوصة الشيء وذلك سيدنا البلقيني كتاب كيس الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام الصوغ حوش إلى ضابط وركو الشيء يبري العز وحبك مجران صدح ضابط بانكو أرورن كرا صاد ضد النصار دي ضد النصار دي انتو يقدر يستون ما حيث تقول ذلك حوش يقولي هاي عقوق الوالدين ضابط لهم هاي نبن نبا موقت هاي اسكرنا دعين وحديري هاي دبا ملاها أسوي حويلي ضابطكم إذا قبس هذا ما عد عرفا حقوقا فهو من العقوق سكوا صو جبر كاسو ده سكت جاي برا وهني وركو وش جا حتى من الصلاح وسكال اللي حضر الملايلي حويلي ما عد عرفا من العقوق فهو عقوق للوالدين ورش معايا لي بودي هاي ما دام مسألة عن قاعدة شرعية أي تاي لقدنا عن لوح عن لوح هذينين نبي محمد يا الله نعيس النوح هذينين حق الله الله أبونا يا عرف جي رقم كم مسلمين تالقوا حدين يا يعني محل قفة سرية وقاعدة إليهن شيء عن شارع عدين ضابط كيسية حد كيسية سري سؤس شيء شارعه لغتنا عن لقوا عدين كن سيرها أي حد كشيء أولى هاي محل الله الله بتا عرف جم مسلمين تا بالدليل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قاعدة عبد الله المسعود وآثر صحيح عنه وأنا قاعدة إجماعية وحي المسلمين تورن بوار كائن وناكسي هاي وناكسي هاي وحي المسلمين تورن وار كائن وحي هاينا وحي هاي لقمها الله يذا المسلمين قبل شوق الله سعاد قويس يرو بابور قان لقمها الله صمائن لقمها الله المسلمين تورن بلقها الله يا سيدنا بدعوين كي شركيات كأيضا ودهن وأن الله في عناية إذن كابوغا نغفري
أيضا أدهن. إذن ما عد عرفا أنه عقوق فهو من العقوق. إذن وحي ولد أما إلمو أما أبط أوصم يوالد كي أبيه أقصم يوه أردقن كمسلمين تمك الله في الله أركي حد قدب ملك قردع عاسنمو خير دري لو أركي محن لنا هاي وعاق نمان لنا ضابط كايقا قبصة ضابط كايقا قبصة بورك متك الله بادو حوي كل ما يؤذيهما مما يتأذى به عادة وتعدى به الولد وتعدى به الولد فهو عقوق كيور محكوك الدوان يا أحبو قدر هذا كل ما يؤذيهما وحول بو والد كالنبا ومما يتأذى به عادة وقيد وحوالد كالنبا يا وان عادة هاني دقان هاني عرفان هاني لبس النباجرة مما يتأذى به عادة وتعدى به الولد ولد كنو كحد قدبه وحد قدب مركا أسأل الله في الله وهذا حد قدبتي سيري باتشيري لورنيو فهو عقوق بوري ويدعى وتعدى به الولد وحنك احتراز يا بوري أبها يهو يدى هذا حقوق يحول اسكو قبصتان ويهو يا بحوله كسين ويان حق رأت كو يلتو محكمة تكدع وين كرتوا والله وحري كرابو حبسي هو يا بلغو حري حق كل الدرتي معقوق با ilmu wuxuu xaq u dhimiya la oranaya mushaqqi waa la dalban kara qaadiguna wuxuu xiri karaa iyo abada darta awsha waa nagu adkaata anaga ka Soomaali ahaad laakiin wadaadii carabeed way sheegeen daabidka wad faanteen bay la tahay daabidka saddexaad kullu ma yalhaquhuma bihi mashaqqatun dhahira مما يستر من الولد باختيار لا يحتمل مثلها لا يحتمل مثلها الوالد مما ليس له حقا له للولد ضابط كان هو الشيخ لابد هو رزقها قابسدا ما عد عرفا عقوقا فهو من العقوق كل ما يؤذيهما مما يتأذى به عادة وعرفا وتعدى به الولد فهو عقوق أما ضابط كورو أوشيغي ابن صلاح أها كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين وليس من الواجبات على الولد فهو عقوق إذن مسألة ذي هبين دو مري سين باكا مدهاتي دو يدا كترى ذا قو إسلان تفر كو الرمى إسلان تنوان نولان كرو مها إنكرو وإنكار قبدي سبودي تضوي بضوط با صوت فتي ما بدو عيزنو هو يد أبهد بابا صهبر دافع دي سوي سكت ما مدي محل صبي إيه هذا ترى إسلام تبي أنك ده حركة عرب يا هي ساوي علوش إذا بقى كلام تعلو هدي حول بهم بانك بحشاة أنا حولي ما نودنا ما هي هو يسكت القاضي هدي ولا سوي استجوا الكيد محل صبي أبا يرفر إمام بصوت قشطانه أنكو خلدناه واحد بدينه ده مشي جيس هو يو أبا أنا واحد بدينه ده مشي جيو وين قصة النفين ما حد قال يدي يا عبد الله معوري وانا هاي سنة اسلانتا هبين دو حد صوم رئيس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول كيس عبد الله بن عمر كويد إسلام تفر كدمنا وكديدي صوبنا اسكول الدعوذين نبي نقول اطع اباك وطلقها ابها عمر اضيع او قبر فر حديث كاس جواب مالها حديث علسوي جواب مالها مقنعه وهذا اللغلوغي كما صعون ينبا وحي اسكا دعون يدهدي سيدنا عمر قبر وحو كدبسدي وا دين دين بو كدبسدي صادرتيد دين حما اي قبتي وعمر كل بصدي ابن عمر نسكو قد تشيي ايو رمى عمر اي دفاعات انك سيدا اي لا هذا اسوى نقص ذنبو سيدنا عبد الله بن عمر عاية عبد الله بن عمر باد دور ايسا سوى اللعوقي هاي انو مسائل فربضان اي هولبضان وكو اهم مناقب خاصة كلها وحتى ابيه جريد اوغسو هرية
xagga itibaacana iyo sunada si loogu dadaala nin kula mid ah maba jira saxaabada. Nabi Maxamed sidu jeclaa waad ogtihiin. Yacni diin xumo iyo Cabdullaahi ibn Cumar islaanta ku haysa iskula dhajiyey, cumar baana diin xumada arkay, waxaynu qaadan karna ma aha. Iska ilaaliya idinkoo sidana cumar u qiil bixinaya hee beerka kaga tumanina he Cabdullaahi ibn Cumar. Qowlka iyo madhabka had iyo goor ilaalinaya maqaamu saxaaba ayaa awla min gayrihi, in badanna waa idin soo idhi. Wax diin xumee gabadhaa qabtay ma jirto. Waalidka cumar ahaa unbaa ka soo booday oo diiday. Warku waa sida haddaadan dhihin aafo kale ka imanaysa. Nabiga ii dambeeyo waa tawaan ka soo hadlay. Idan warka ah dhibaato diineed oo xumaan diineed bay gabadhu qabtay, ibnu cumarna ku watay, cumarna ka xanuunsaday, waa hawl khatara oo ninkii aada u fiirsaday erayga uusan ku dhiiran karin. Laakiin wadaaduhu marar badan waxaa ku dhacaysa afraaddooda ghafla iyo duhuul, iyagoo maqaamka cumar eegahaya ayaa waxay ku istaagi karaan. Cabdullaahi bay isha ka ridahayaan, lianna inaan wax xumaana diineeda aysan qabin gabadhu, nabigu wuxuu soo istaagay adica baaka, ma dhihi ma naag xun baad haysanaysaa, naag xun oo taariku salaadada oo dariska dhibaysa oo carab dheer oo qaraabo goys ah oo riximkii ahlku u dar. Nabigu cillad uu sheegi lahaa. Furitaanka gabadha nabigu wuxuu ku cilleeyey daacat alwaalid. Hadduu ay cillo kale jirto nabigu wuu ku cilleyn lahaa xukumka. Xukumka la amray Cabdullaahi muxuu ahaa? Fur gabadha. Wa cillatuhu daacatan lilwaalid, daacatan lilwaalid. Hadday cillo kale jirto maxaa la odhan lahaa? Xukumka marka la cilleeyo dhan usuuliyiin alaslu allaa cillata ukhra, alaslu waa cadamu cillatin ukhra. Asalku waa inaysan jirin cillo kale oo xukumka lagu tiiriyo. Xukum kastana cilluu leeyahay. Wa cillatu lxukmi laa tacdu awsaaf almaxalli baa la yidhaahdaa. Awsaaf almaxal markaynu fiirinna muxuu noqotay? Gabadhaan xumaan lama sheegin, ibnu cumarna ma sheegin, aabaheed ma sheegin, nabigu ma sheegin. Idan cilladii mansuuma daacatan taliqha waatic abaaka. Idan daacatan lilwaalid. Abu Darda ninka hooyadii ay tiri fur islaanta, wiilka hooyadii intay wada ay ku tiri guurso say u waday, islaan ay jeceshay ku meeris, islaantii baa duqda ka soo booday, fur bay tiri. Hooyusani kaa fadhin waaye maaha, iska daaya fur. Wakii ka safray Ciraaq ee u safray Shaam iyo Dimishqa. Xadiidka riwaayad waxaa ka mid ahaa ninkii islaanti uu furay, famaa kharaja min ashaami xataa faaraqaha. Wakii Abu Dardaana ku taliyey sidaa iyada. Marku xadiidka u sheego yidhi anigu furna ku odhan mahayo, qabna ku dhihi maayo, laakiin xadiis nabi baan kuu sheegaya. Xadiidkii buu taabsiyey. Riwaayadkii qaarna kadib wuxuu kula taliyey inuusan hooyadii caasiin, kadibna waa furay. Axaadiis sida iyadoo u cad ayay culimmadu waxay u badan yihiin, hooyada iyo aabbaha hadday ku dhahaan gabadha fur, wax diineed ood adigu ku dhibsatana aysan jirin. In la adeeco waajib maaha. Hooyada waxay tiri gabadhii fur, aabbaha wuxuu islaantii fur, wax diin ay ku qoonsadeenna oo diin xumaana ma ay jirto. Hooyada inaad adeecdo gabadhii furto waa fiicantood, hooyo ka farxiso, ajir badan baad ka heli. Aabbaha inaad ku adeecdo ku xurmaysana waad leedahay, ajir badan baad ka heli. Laakiin hadaad soo dhariijiso islaantu kaa dhex bixi weydo ood hooyo ku diido hawsha aabbana ku diido furitaankii gabadha, macaasi baa tahay, caaq baa tahay. Jumhuur ahli cilmi waxay leeyihiin maya caasimatiin, in lagu adeecana waajib maaha, way banaanta ama waa mustaxab. Caasu waalidiinna ma tihid. Warka inaad fahanteen bay ila tahay masaladu, sidaas way usuusheedu. Daabidka hadda aynu sheegna marka miyay soo galaysa? Soomaali curfigeeda intaan ka warqabo, nin hooyadii ama aabbii islaanta fur ay yidhaahdee waxoogoo isdhariijiyo yidhaahdana badan sheegtay, waalidkana sasabay, kadibna islaantii iska dayista, uma arkaa inuu yahay
عاسي إنه يوم أركان بل والدك إذين يا هو يلا لفولي أو دقة لفولي موضوع أنا طاري رم بدمني زاي سوى حكاية إسلام تني يوذات كده كده حبه ما أكون أحد يقرأك سوى الحكومة صلى الله عليه وسلم قبل الحكومة حليل سو معي أبي سنتين ما كان يقضي عيبات هبر أن غيرهم بيدمي زاد دقة وحلا قلنا عهيا فيرفيري ولا سنبلا عرسانية عرفين أنو عاسي إنما ما أها علماء البدن كأنه وحيد هذا عاسي عاقنبا ما أها لكن صحابه ماشي سو مريت يحكم كنبيجا هيه والأركيسين أنا والكسان كجت جاية ويحكي لدين كدين تلا ما وايدين قيل بحيل لكن هذا مش النبي كمر الهيدين يا عمر يا أبو الدرداء إذا كيدين تلا أنت إذا قيل بحين كرو وايدين قيل أبو بكر الصديق نوايدين صو شجات دكور عبد الله بكر واحد أحمر أنت أنك قتته تطاب شم يوم كتير شمالها مسألة هذه اللي وسي تيكتو وحيد الزمالي جامعك الجرم علي كرلو مرنقه هوس بالورنقة وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عينه صلى الله عليه وسلم قال نبي حول الكبائر كبائر ذنوب تواوين أي من الكبائر عندها العلم من الكبائر مسألة خلافية وحيث خلاف علماء ذنوب ثم كبائر يا صغائر بيليها هاي نمان عن بطنين وركضوا باطل يا هاي يا وحيد هذا ذنوب كبائر يا صغائر ما لها ذنبي والبو إله اللي هو عاصيه وكبير من الكبائر بيد هذه القرآن كان بيني سنة ديدي إجماع الصحابة الديدي والتابعين وهذا أنت مرك خلاف كذا معنا مالها ذنوب توكل وين تاي مصنو إسكون ميل لما تشوكتو من الكبائر وذنوب توأوين وحاكم ذا الإشراك بالله نمك سيدا إلى كبائر ذنوب تلوما يصغير وحلو قل بحيل ليلي مرك أحد كذا عاصين يس يتوقع عن سيد إذا أمرك سيد دو الله سبحانه وتعالى ما كان لا يقول دم بيري دم بوين منه متشرو دنبي يري دنبي وين مشور ما كان لقى في ريو أحد كأذ عاصدو إلهي ويناء سبحانه وتعالى لكن مركز الدنوب تأيد الله في ريس أهان الله إيغو دنوب تويك الوين تا هو يدا يا أبا هذاتكو أفعلي سو أفعلين تبضان يمد يربوا محي كبير من الكبائر وحمان واللدنان لكن ويدا أذكو علي سي يقابك هذا شيء يتيهر ويك الوينان كران كلا خطر سين مرنا الدم بيقول لي جسات سيرين مرنا أحد كلا عاصين أيه أي الله من عصين أيه ويكلا دوين مركا أنت هم بيوشي ذنب لأن منك الديدي نما خلاف سنة إذا دم من الكبائر ودنوب توين وحكم إذا قال شركوا بالله إلا يقول شرك يلا كم إذا وعقوق الوالدين لبدا والد اللي هو عاصي جروبه أيا كم إذا أيا والله عاصي أما الله ربه وقتل النفس نف إلهي حرمي أول الدلاء كمدة واليمين الغموس دارت بنت الغموس دارت تيمبسا روح سمي الدنوب تيمبسا أما النار تجلسة أيا كمدة رواه البخاري البخاري بحديث كورية اليمين الغموس حول النووي والتي يحلفها كاذبا عامدا ودارت وروح كل دارت كاذبا أصغر بين شيء عامدا أنقستي إنه بنت الشيء أما إنه فلك اللي يماد سميت غموسا بالغو مقعدبي لانها تغمس الحالف في الاثم ثم في النار روحي دارتي بالنار يدنبي دحتين بنيسا او يقوسنيسا اما مخورنيس اذا ساسي ذنوبت سدبا دحين الاشراك بالله بالله دبا دغاي حقوق الوالدين قتل النفس با غدال لغيي يدو اجماع لسو غوريبا ذنب الاله لو عاصيو بعد الكفر والشرك انه يهي قتل نفسي التي حرم الله إلا بالحق إن يتايل سوغوريو مركا لكن نبي كلبا بحسب المقام والحال بكوها الله يي شركه وحكو ريسو ما جرو لكن ترتيب كبائر تكره مر بي استوى مران اما وا تصرف من الرواة اما وا مقتضى الحال هذا الكسو بحي او بحسب الحال او بحسب المقام وانك سو مري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمرو العاص عفوا قال صحابي وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر الذنوب تواوين وحاكم الشتم الرجل ننكو افلقاديه
والديه لبدا دشي افلغاديه شتم الرجل اي سب الرجل روح انه عايو والديه لبدا دشي صحابه ويابين عرف يدقن يدين اهم بقلبه وقادن واي روح با والدك عايو افلغاديني. قالوا حيث النبي الله يا رسول الله رسولك لو هل يشتم الرجل والدي وهل يشتم الرجل والدي من نبى لبدا دشعايك النبي الله افلق دينك رجع فينك. قال النبي حول نعم ها ويدع عيسى يدوك ميدا فهمني يسب ابا الرجل من ابيه بغضك عاي يسب الرجل ابا الرجل نبى وحو عاي من ابيه والد كبد عايزة فيسب المصبوب كل عايب وحو عاي اباه ابا الرجل الساب نينك وردي وكعي أبيه ذاك عايز معي لي أم بابا يبغى عيدو ويصب أمه نبض هو يدي عايز هذا في لقادين وحكش يقول حمانة فيصب المصبوب أمه أم السابي كي هران وحسو عاي هو يدي بس نعاي هيا إذن هذا لبدا والد بعيد أسو تشيدي وي متفق عليه. وفي رواية رواية حديثك ولي وحاكوي ميت إن من أكبر الكبائر ذنوب تواوين وحاكم ذا أن يلعن الرجل والديه ننكو إنو لبدا دشي لعن ذو ونحريس تكفق إيوه معنى باكو قطة الأجر هذا إذن قطة الأجر هذا. قيل وحال يا رسول رسولك إلهي كيف يلعن الرجل والدي روح مسلم سيدي لعن ذي لبدا دشي. قال النبي وحول يصب أبا الرجل إن أبيه بلعن ذي صب هنا والعن ذي فيصب أبا أسنى أبيه بلعن ذي ويصب أمه يدي بلعن ذي فيصب أم أسنه يذيب العنى ضياء. رواية قالوا حديث ولي هاي إن أكبر الذنب عند الله بأكون إن أكبر الذنب عند الله أن يصب الرجل أباه أو والديه مركا وذنوبت أباوين عند الله وأن الله بدو كل شيء أسجد أفلقادية جاي فكأمانيس ننكي أدوى أدوى حد قدوبتي كأمانيس. حديث كان مركا وحاكو جرى قاعدة الأورنجري قاعدة سد الذرائع وتحريم الوسائل وحديثك أصل ويا حديث كان أصل قرآن كان أصل كيس لغا سوقاتي حديث كان معنيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولد مالك ومغربي أو حوق ورى كتاب ورنا يحديثنا حديث كسر والنبي محمد كسر عن آيات قرآن أي كفر ليا إما صراحة أو استنباطا كتاب رم بقري إيه كان وحديث أصعدم قرآن كان ملك قلنا ياه حديث كان كمل وحول حديث حقل يا آيات دي عن عام هذا يدي شيء آيات أصو دبت هاجن يا هيبر هاي علي مركز أصنام تدي إلى هذا عايدان وحش مشركين تبخت جا الله يفنن هيان يا كدا يا لي دونك هذا مركز أدو ونن كان والد كي هو يدي أبي وحكش يكتو وحوي قادنا يا هو يدي أباها عايدا مركز هو يدي أباها ذا أسو تشيدي عيدة سوتشي ديبو النبي وكرد عليه الصلاة والسلام أذو إنا ستوس وعيدة أباي هو يدا رواية حدك أولي هاي وعقوق بالنبي عليه الصلاة والسلام إنا دين أبيه عيده أما هو يدي أفلقا ديسو كدمن هو يدا يا أبا هو في قاد شو وعاق نمو وعيدة أنك هو يدي أبيه عيدة وعاق نمو معايا لو حي كنتي والد كائن والد كائن لعاي كنت هذا وعاسي أمرك أيضا مرك حديدك قاعدة سؤال يا قاعدة سد الذرائع وتحريم الوسائل شيء أصل كيسي بنانا مثلا أون دبلاين هذو دباتكين إن لقفق هذا إن لقفق هذا آيات القرآن كاشيكتي آلي هذه أصنام تضبختي وحبك جري باطين لعاي وي لكن مرك كين يسو إن إله اللي واحد قد ما بنانو لقمها الله أولياء ذي كوحد قد بيني أنبياء ذي صلحة وحنك الله إنه بواغي دهرالك وإن لعابده إن لعاي ويبنان تاي إلا طاغوت باتر بنسبة للعابد لا بنسبة إليه بحثي قاس مركا إنو كاد الله فليا كتب العقائد الله غفيري أيضو بنانا يتبع يا لغا اللي حانا وحاكو لو كتر مثلا حديثك الدليل هاي إن آذن بيو إيو سليد إيا عانو آذن كئيبيك النماذ أكتا إنو استعمال هايو سحاران آه صدرت بفقد وحيدة هذه أذو كوان لا وهيلب كإيبية ندلا خمرة الرب وتا كيله هيلب كم قد كرت لا أنه خمرة كوك وصنع وكو عبايا روتي كم إيبين كرت روتي وسحال ماين إن لقي إيبشو لكن حوك على ميسانية
khamro cinab iyo gelay iyo masigi iyo qamadi kama iibin kartid nin ka dhigan haya khamro guri xalaal aad waa dhisatay bangi kama kareyn kartid limaada bangi riba ku shaqaysanay bangi islaamka kama jira dunida dunyada lagii sheegi bangi islaami ah islaamic system hawlaha waa sheekay barley caamada lagu dhacaa caamada lagu waleeyay hawsha iska ilaaliya bangi nidaam islaami ah ku shaqeyn dunida kuma ogi anigu mana jiro laba kun iyo sagaalkii waagii idin soo bilaabeen bunugti isli idiin soo galay ilaa nairobi daatana waan iska daayaday ribo weeye warka jooga laba kun iyo sagaalkii ilvaa ii qaadeen toban sano kadib laba kun iyo sagaal iyo tobankii iyo wadaadihii waagi hore idiin fatwado waa xalaal idin yidhi iyo waxaydan dhaheen waa xaaraan waa nala siray indhaha nala qabtay yaa indhahaydan qabtay warkaas aniga ma daadegin laakiin iska waa la iska leeyahay oo iska ilaaliya hawsha iyadaa xadiidku wuxuu asal u yahay shaygaadi xalaasha ah haddii xumaan loo adeegsanayo kama kirayn kartid gurigaadi qolyo ku tumanaya ma ka kirayn kartaa waad ogtay inay ku tumanayaa tagsiilaad tahay qolihii khaniisyada ugu naqaad oo kalaabka nagee waadna ogtahay inay wixii xumaa u socdaa ma qaadaysaa ya aniga waa la qaday dhihina su-aashayga jawaab su-aashayga jawaab aniga meel kale ha ii dirin hawshaa iska ilaaliya lama qaadi karo mara xariira ma siin kartid nimaad ogtahay inuu xidhanayo mara xariir ah ma siin kartid nimaad ogtahay inuu xidhanayo ama malaha u badan yahay laakiin waad siin kartaa hadduu malahaad u badan yahay inuu xaaskiisa siin walaalihii gabdhaha uu siin ama uu iibsanba waana wixii kala faanto malahaada u fiirso wax badan baa ku xidhan adoon ka warqabin laakiin haddii kartooma lagu soo saaro tagsiilo oo kadib saad u wado markaad dejinaysa ma aragtay baashan ay khamro tahay he qowlaha tafriiqi safqa minhaajka ka fiiriya hadda gor baan ka soo hadalla qowlaha tafriiqi safqa idan waxa weeye wixii aadan ka warqabin oo horena intaad qabataad iska xoolaha kale uu ka aafinni waad iska bixino meelaha iskaga soo dir musqulaha masaajidka ha lagu nadiifiyo toilet paperka lagu isjiisa lagu iibiyo howlaha loo isticmaalo laakiin korontada iyo nalkii nadaafadda howlaha lama soo gelin karaa isagoo khatar weeye meelaha ku tuur marka horena ma qaadi kartid haddaad ogtahay haddaadan ogeyna wixii ka soo baxay gaalkaas kugu darin inaad dantiisa u qabatay xoolihina u dayse ruf baa laga soo siin kadibna waad dhaafinaysa caruurtaada cunsiin maysid akoonkaadana ku shuban maysid waad iska ilaalinaysa ka aafaynin xoolihii xalaashaad saqaysatay su-aal aad caawa soo furteen maxay tahay adigu naafi islaamiya warkaas ogaadeen u sheeg warkaa ogaadeen u sheeg hal booliya maxay dhehe nigiri xalaala ma dhasho benyan lagu sheegay naafida islaam xagee ka yimid xagee ka timid xagee ka timid difaansi cabdiraxmaan bangiga bangiga sharciga lagu siinayo ee bangiga dhagaxa ku siinayo shardiga lagu gelay waxaa ka mid a inaad sistamka ku shaqayso ribowiga ee bangiga dhagaxa shahaada saasaa lagugu siinba marka ii sheeg qaabka naafida islaamiga naafida islaam sotanda laba kun iyo sagaalkan u baabiiseen maaha ee nimanka dubay ka yimid iyo khaliijka inagu aafeeyeen warkada ayaa ka weynay naafida islaamiya wax la jira ma jiraan niman doctoro waaweyn oo professora ayaa kutubo ka qoray waa baatil waxba kama jiro ummadii aan la aafayn qolihii reer muqdisheen mooda inay dhaamaan baa hadda soo baashu ayaga ku qamaamahaya bunug baa socota tanzania uganda nairobi waxaas iska ilaaliya jabuutina ma tagta iska ilaaliya ribada ayaa laydin qarini ribada ayaa laydin qarini jooga adoo og inaad ribo tahay inaad gashaa dhaanta inaad ta'wiil faasida ku banaysato ta'wiil faasida mar bay ka daran tahay laanno in lagu gaalo waa dhici karta khamrada aan ogin khamrada hadaan cabana waa dembi haddaan dhaho in laga dhargaa xaaraan may kabashadu way bannaantahay ka warramay
hal litro khamran cabbe anoog inay khamra tahay ayaa u dhimo dhaaf maari waan iska matagayay maxaad raadeen caasiba tahay kibira meel ka baayir waxaan ku in laga dhargoon baa xaaraan ee xuquuqka bashada qacda ah indhaha lagu kala qaaday cashirka lagu akhrinayo dhimba laha ka warrama kaafir baa tahay kaafir billahi alcaziim ta'wiilku mar buu ka daran yahay macsiyadoo lagu dhaca ta'wiilka mar buu waad ku gaalo mararka qaarkood iska ilaaliya waagad bakris banki ikwad banki iyo isoo qabad balaayada shayaadintii ruuxii hore waaweynaa ii sheega kuwan dambena wareeyay fast iyo iga galaf iga daayay waagaasaad dhaanteen ead iska ilaalinayseen baasha nimankan shaarka islaamka idiin soo xidhay daaqad baan fura iyo dariishad baan fura idinku haya iyoidan aafaynin ayagaa ka xun kuwii gaalada ahaa kuwa islaamka sheegataa ka xun intaasoo wajahay kaga xun yihiin maraan miir qabaan ka hadli doonaa haddii alla i gaadhsiiyo igu simo iska ilaaliya xadiidka waxaa ku jira man facala sababa ikhtiyaaran fakaanahu alfaacil lishay mubaasharatan wa qaacida waad uga hadla qaraafi waxaad uga hadla abusaq ashaatibi fi lmuwaafaqaat xadiidkan ay ku salaysan tahay falka ruuxi sameeya oo sababka la yimaada isagoo fahamsan sababka wuxuu yahay garanaya ikhtiyaarna oo la yimid sababka wixii ka dhashay isagaa sameeyey nin baa ku yidhi soo kambayn gareeyey farta ii saaray dooruku fartaad u saartay uu guulaystay muxuu noqday ilaaha yaroo yusharicu yuxallilu wa yuxarimu adaa sameeyey ilaahan iska ilaaliya waxaa soo dhow bisha sideedada agas baa soo dhow shirki la yskugu yimaaday iyo weliimada la yimaadaba kambayn baa ka socda hawsha xarkay soo goosatay xeray is ilaaliya ninka xubin baarlamaan doortay u codeeya farta saara maxaa ka dhashay awood inuu xubin baarlamaan noqdo baarlamaanu maxaa tahay waa sharci dejiye waxa waa la samayn karaa lama samayn karo kaa ninka sameeya waa xidhan yahay kaa qaanuun kaa qabanaya ilaaha yaree waxna xarirahay xallimahaya waxna xarimahay yaa sameeyo ka dhashay falkiisii farti aada guusatad dhash ka siisay ayuu ka soo booday ninkan madaxa kuusa iska ilaaliya yadaaka aw kataa wafuuka nafakh hawshaa fahma khatar wey nabi maxamed muxuu leeyahay ninkii nin caaya hooyadii isaguna hooyadii uu caaya hooyada adaa caaya nabi alla hooyadu caya uma quudhe adaa sababay wey adaa sababay intaad marka gaalo waaweyn iyo mushrikiin iyo dawaaqiid iyo ilaahya noo dhistan ood samaysaan yaan hadhow makaan iska kii lalaatay waxaad dhihinaa inay xuseenada waa takfiir waxbu gaalaysiinaya uma ka joogtaa idinku balaayada iska ilaaliy hawshaan xadiidkan khatar wey sharx dheer buu u baahaya ninki abu cabdillahi almaziri sharxiisa muslim almuclim aad ba xadiidka u sharxa isagaa ka akhriya hawsha aada la iskaga ilaaliyo waxaaba ka darana shaygii macsiyada ahaa inaad ku faanto baa ka sii daran culamaa xanafiya maxay yidhaahdeen jamaaca min culamaa alxanafiya waxay leeyihiin almughaniyatu kaafira almughaniya gabadha heesaadee fanaanada waa kaafirad bay yidhahdeen limaada ka jawaaba fan iyo sugaan baad inku leedihiin gabdhaha hadda haysta iteg tiktoka iyo isheeg wixii aad facebooka ya ee sakiir iyo kabiir ba laysruux ahaayee fanka la yaada almughaniyatu waa kaafira yidhaahdeen jamaaca min culamaa alxanafiya limaada ruuxa muslimka waxaa la rabaa bini aadam wooyo hadda macsuumihi dembi baa ka dhacaya laakiin dembigu markuu ka dhaco waa inay cabsi la socoto waa inuu ilaahay rajaynaya inuu dembi dhaafo waa in qoob gariir ku jiro ruux cabsanaya waa inuu yahay ruuxan ku xaragoonaya macsiyadii ka warrama ku faraxsan ku xaragoonaya abaalgud lagu siinayo xidig wey waaba isagaa dayasho mudan idinku reebaadiya madax kuskuusan baafitiinba almughaniyatu kaafira dhin waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar bay yidhahdeen waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar shay xaaraana oon bannaanayn ninka shaqo ka dhigto ku shaqeeyana ka warrama asna waa kaafir bay yidhahdeen
dadka bangiyada ka shaqeeya ka warraba ee xirfadda ka dhiga iyo meherada iyo minada ku shaqaystaan gaalnimo weyn joojiya. Waxaan ka hadlayaa shay macsiya ah. Qolyaha sigaarka ka shaqaysta ka warraba, qolyaha jaadka ka shaqaysta, kuwa khamro waa baal weyne, khamrada iskaba jooji, hawshaa bal ka warrama, daraagiska kuwaa ka shaqaysta, heesaha kuwaa ka shaqaysta. ومن اتخذ المعصية حرفة فقد كفر. لماذا؟ ما لو قالوا بيا لأنه واضب النيستي ليت ها واضب النيستي واحد درينا كوكو ما هيسو مد انقنيسد مد ديريسد وبكلوق منتاي قبلها الجزيرة كشقية كورم حكم كودا شلي مدى وذا الدهب سلامة ولا دها باش نو بحياة دكور جزيرة سمت غنان إذاعة الجزيرة قناة الجزيرة البث الحي لقناة الجزيرة قبلها كشقية إسلام كشق تكور وحكم كود مركان بناء على هذا الرأي الحنفي. ليش قبلها أن كحر الرقوة عورض إنا موشيان محاو حكمة إنا يتميل ذب النيسو oo luqunteedii banayso oo xabadkeedii banayso oo kubkeedii iyo fuulankeedii banayso iyo boodadeedii bay ku xaragoonaysaa. Kadda hadaad dhahdana mala gaaba galay midiis asturta loo arkaa inay reebaadiye tahay inay dambayso mutakhallifa tahay tabca xajariya loo arkaa nuska xajariya laa tastaxiq an taciish. Ninka ku xaragooda macsiyada muxuu noqonayaa? Waa nin banaysay leeyihiin, waa inay cabsi jirto, waa inuu qoobgarir jiro, waa inuu rajo aad qabto ilaah inuu kuu dhaafo, waa inaad xishood jiro. Haddaad xadhkihii goyso baashi macsida ku xaragoonayso ama shaqaba aad ka dhigato, idan waa kufri bay taagan yihiin culimmadu. Idinku waxaad ka hadlaysaan hawlka iyo kufri waaweyn oo ilaahya la doortabaad ka hadlaysaane. Hawsha iska ilaaliya, diintu saad moodaysaan maa faham bay idinka baahan tahay. وعن ابي محمد بن مطعم النوفلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي لا يدخل الجنه جنه مقلو قاطع ننقو يا قرابديس. قال سفيان يعني ابن عيينه ابا محمد في روايه ابن عيينه وحي يعني نبي وحي اجيدا قاطع الرحم لا يدخل الجنه قاطع قرابة جوس جنه مقلو نبي مركو ولي وحي اجيدا نينكا رحمك قويه سومالي ويقان حديثك عيدين رحم قوي رحم قويس وارهر ناريت رحم قويس وارهر ناريت أظن ما هم هذا تيره برد وغوص ودي قده تايدا عنو كسعون هاي رحم قويس وارهر ناريت بالي اسك إلالي متفق علي مركا رحم كالي رحم نوام هاي وأحد والباء أود أكت هاي نصب كإذين لحية تقان انتو دون بهجاب أيقون باكلا سكية مويلة رحمك حد بلها وأحد والبل أكتر نسب كيسة بعد أو قر طلع شذا إذا نحز أذكرنا يسوي أما حقه هو يا كي مادو أما حق أبا كي مادو. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة المخزومي عفوا الثقفي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول إن الله تعالى حرم عليكم إلهي وحول إذن كحرموا إذن ديذو إذن كرهب المسلمين عقوق الأمهات هو يوينك إلا وعاسيه لدبه وحيدا علم الله من باب تخصيص الشيء بالذكر تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم حقه إظهارا لعظم موقعه في الشريعة. إذن معنوه ما أهمركم النبي قول إلهي وحول إذن كحرمي هو يوينك إلا عاسيه أو لغوا هذا العلي أو أمر كذا الله خلافه أو الله دبوله ما هو والد أبياش إلا فصحاي أو حال قطوس هو يدني أباه قدر أنتاي حقوق الأب نوا حرام بالإجماع حقوق الأم نوا حرام بالإجماع أو من كلا دريه إن الله حرم عليكم مدك له يدا أنت بدنا لغوا عن سيرايو أضوي وانوينو وسكك علمه أنتوا كذا عهاي فدوا بكو قلب قول كوكو ربعيو وأن ميل بكو ساري حقي سو كذا عصب بعصب أما كلو كل حاجة يكلو كقو نبيو ويحسو كذا عصنا يا سو هو لكن وتبر درن تاي وضعيفة
way naxariis badan tahay. Marka in lagu xadgudbaa badan hooyada, meesha aabuhu waxyaabo badan loo xeriyo ama qowlkiisaba laga cabsado ama indhacadayntiisi iyo hanjabaadiisi iyo xaajadiisa laga cabsado hooyadu marka, laakiin waa ka nagu shay aabaha wey. Saasuu nabigu u danaynayaa inuu xaqeeda si gooni ah u muujiyo. Ina allaha tabaaraka wa tacaala xarama calaykum, rabbi wuxuu idinku xaramay xuquuqa alummahaat, hooyooyinka in lagu caasi garoobo. Wamancan limaa yajib, wamancan diida aad diidaan limaa yajib, wixii idinku waajib inaad bixisaan aad diidaan. Xaqi lagu lahaa inaad bixisaad diidanaysa, zakadii baad diidi, xaqi in la dhiiba nafaqadii biilkii. Wamancan liadaa'i maa yajib, wuxuu idinka reebahaya rasuulku ilaahayna idinka xarimay wixii idinku waajibay inaad bixin weydaan, inaad bixin weydaan. Wahaatin ay waalibin maa laysa laka akhduhu, maya dhiibi maayo iyo keen waa laba af, waa dhaqan xun wey in wixii lagu lahaana aad diidi inaad bixiso dadkii wuxuudana aad keenaad tidhaahdo. Wixii wadaadihii hore ku xaman jireen, wadaad ba ceel ku dhacay baa la yidhi, qoliyihii seeraysan jiray ceel dheer buu ku dhacay, wuu ka soo bixi waayey. Tolkiiba u gurbay waxaa la damcaalay ceelkii in laga soo bixiyo. War gacanta keen, war gacanta soo dhiib keen, wuu ceshada ma keen gacanta la yidhaahdo. Ninkii gacanta u taaga dac inuu soo bixiyo keen yidhaahdaba gacanta u ceshan bay dhawadaad. Ku dambaa wuxuu odaygii waa la soo samay, gacanta buu ceshanayaa, maxaad ku tiraahdeen keen baan ku keen hadhiine hoo dhaha buu hoo. War gacanta hoo dhab buu ku dhigay, waa la soo bixiyaa la yidhi. Maxaa jira la yidhi wadaaduhu hoo mooyeen weligood maysa maqal buu yidhi keena idinku keena wax bixiya ma maqal, waxay maqli jireen sheekhu hoo, sheekhu siyaaradii, sheekhu kusoo ducee. Markaad maanta hore keen ku haysaan wuxuu moodahayay buu yidhi inaad xoola ka rabtaan marro ma hoo dhahdaan. Waa qolihii u dhammaan jiray wadaadaha weeye, wadaadaha waa laga shidaa nimanka caamada, dagaal baa u dhexeeya, mahmaayo badan ayagaa sameeyey caamadaa samaysa. Man can diido xaqi lagu la aad diidood bixin weydo ilaahay idinka xarimay. Wa haati keen aad tiraada xaqi aadan lahayn aad dalbato, xaqi lagu lahaa inaad diido bixintiisi waxaadan lahayn aad dalbato, nabigu idinka xarimay, allana idinka xarimay. Wa wa'dal banaat, wa xarama calaykum wa'dal banaati, gabdhaha in lanool duugo iyagoo nool la xabaalo. Wa'dal banaat, wa'dal banaat, nabigu wuxuu u sheegay gabdhaha u sheegay wa'dal albaniin ma banaanta, wiilasha in la nool duugo ma banaano. Gabdhaha maxaa loo sheegay? Gabdhaha waa huwa alwaaqicu fii cahdi aljaahiliya, gabdhaha la nool duugo jiray xilligii jaahiliga waa kalaam kharaja makhraja alwaaqic makhraja alghaalib. Wiilasha ma aysan duugu jirin iyagoo nool, ee gabdhahay nool duugu jireen. Ninka u horreysay ee waxaa la sheegaa gabadh nool duuga waxaa ugu horreeya la yidhaa nin reer Bani Tamiim ah oo la odhan jiray Caasim ibn Qays la odhan jiray, ama Qays ibn Caasim la odhan jiray qabla alislaam. Waabay qabiil kale dagaalameen, markaasaa intii laga adkaaday baa gabadhu isagu dhalay iyo dadkii la qafaashay la tagay ah. Dagaal baa socday muddo badan, socday waagi dambaa la heshiiyo la dhexgalay labada qoys. Gabadhiisi marka reerka waagi dhacay baa nin baa waxaa iska dhigtay markii la heshiiyey, iyo wada gabadheedii halay soo celiyo oo magti la kala qaato ragga la xisaabsaday gabadheedii heblahayd la soo celiyo. Ninka qabayba wuxuu yidhi wataase hadday ku raacdo anu kaama haysta buuri, laakiin hadday tira odaygii waa iskala joogahayaa ma qasbi kartid buuri. Odaygii Qays ibn Caasim at-Tamiimi wuxuu yidhi aabow inakee ih bay jiri ku raaci maayo, halkayga baan iska joogahayaa. Odaygii bay midhaha ka heshay. Kadib wuu soo noqday dhaar, wuxuu ku maray gabadh walba u dhalata inuu inta yartahayba u isdhaafiyo. Intii ceebtaas gabadh walaa ka dooratay nin ajnabi ah oo waagi horeba qafaashay oo wuxuu ku qaato qaniimaystay ceebta. Intay carab maqi dib dambe tana hadda ay aafayso tu dambe aafin maysa buur, asagaa sunnada carab u jideeyo kadibna way kaga daydeen. Laba qaab bayna gabdhaha u nool duugu jireen. Haweenadu markay xaamilo sidkay u dhammaado oo fooshu qabato ay soo dhowdahay bay god dheer qodi jireen guriga agtiisa ama meel la yaqaano god dheer ka qodahayaan. Haweenu nambarku marku bilaa waxaa lihi godkii usii dhowow, godkii agtiisa tag, godkii bay ku agmulaysa. Ilmahay dhashaa la firma wiil baa alla soo qaada, ma gabadh baa hore lagu sii riixaya. Halkaasay ku umulay isbitaalkeedu waa isbitaalkee god la sii qoday wey. Halkaasay ku umulaysa
haduu lab noqdona waa la soo xambaaran, haduu dhegdi noqdona waa lagu siridi jiray. Dariiqada way yaqaaneen. Dariiqo kaloo leeyahay sudaasiga yaqaano, gabadha waa la korin, waa la dayin markay lix sano gaadho. Lix sano markay gaadho ayaa loo qabayn, loo soo labisay dharka ugu quruxsan baa loo xidhi, bilada wixiliga iyadoo quruxsan baa aabbaheed soo kaxayn. Aabo inaa keen godkan aan qoray fiiri bal suu ogyahay, aabba wuu dheer yahay, horaa loogu tuuri jiray. Markay qoraansatoyda aabba aad buu dheer yahay, eedraabay yaa dhabarka laga riixi jiray. Labada dariiqiyada gabdhaha u nool duugu jireen, dhaqan xun buu ahaa. Laba sabab baan ku kalifi jiray, imaa khawfu caarin wa imaa khawfu caylatin, ceeb iyo magaxuma ka cararkii sida Qays ibn Caasim Tamimi uu bilaabay, ama faqri iyo gaajo ka carar. Labadaa sabab bay samayn jireen. Sababka ku bilaabatay ceeb ka carar bay ahayd, waagii dambe waxaa soo gashay inay cayd ka carar ay u xabaalaan. Wawaada albanaad gabdhaho nool dugan Ilaahay waa idinka xarimay. U fiirso meesha ayad culimmu waxay leeyihiin, alfarcu walaslu buu nabigu isdaba dhigay. Alfarcu walaslu, hooyo asala in lagu xadgudbo nabigu waa diid xaqeeda meel lagaga dhaco. Farci hooyo ka farcamay gabadhahaa nabigu waa ilaaliyay, wuxuu yihi lama nool duugi karo, laanna hooyo xaqeeda meel lagaga dhaco la xurmeyn waayo taranka ku baaba'aya. Gabdhaho la baabi'iyo la duugana war taranka ku baaba'aya. Waa labada aadamaha ku socdaba. Hooyo ulma dhasha gabadh si ay sii dhasho, waa iyadu reer noqoto iyo xaas, u hooyo sii noqoto, waalid sii noqoto. Haddana hooyadana aan lagu xadgudbo la xurmeyn waayo la tuuro, gabadh yarayd ay dhalatayna lagu rido xabaasha lagu tuuro, hadda meesha maxaa jiraya? Wawadal banaad. Wakariha lakum ilaahi, wuxuu idinkooday oo ilaahay uusan jeclayn oo necab yahay. Waa xaaraan wey, waa tafannun fil cibaara, ma waa isku mid. Ilaahay wuxuu necab yahay oo ilaahay kohonaya. Qiila waxaa la yidhi, waqaala wuxuu yidhi, qiila waqaal waa hadal aad ka fiirsan. Waxaa la lahaa, waxaa la lahaa idan haddii waxaa la lahaa waxaadan ogeyn oo inuu run yahay aadan hubin, ama malahaadu u badnay inuu run yahay in la sheego lama ogolo. Waana isku xusatoob shaayada. Qiila waxaa la yidhi waqaal, ilaahay waa necab yahay. Maxaa yeelay been badan baa kuu dhuman, waaga dambe warkaadaa badan, waxba kale soo cimaysid, ma fiirsadaad noqon, ma hubsade, waawshood ku aafoobaysa. ruuxa muslimkana waxaa la rabaa dibnihiisa waxa ka soo baxay inuu miisaamaya la doonayo. wa kathrata as-su'aal, su'aal fara badanna ilaahay waa idin kooday. su'aal fara badan oo maala yacni ama diin ha ku saabsanaato ama su'aal adduunya ha noqotee, su'aasha badan ma banaano, tacanud baa ku jira, waxaan dhicinoon baahi ku xinayn baa ku jira. wa kathrata as-su'aal, laba mid weeye, almasaa'il ad-diiniya hadday tahay in la badiyo ma fiicno. maxaa ka dhasha? waaga dambe waxaa qodqodkaada waxaa ka dhashay waxaan loo baahnayn, waxaan dhicin. sheekhuu ka waran hadduu maroodi nin ilmo dhalo bini aadan dhala ka waran bay ku leeyihiin. okay, shaabicidu ka hadlay hadduu maroodi ruuxu af ka galo xagga dambe ka soo baxo, ma nijaas ba mise waa daahir? ilaa caloosha waa soo dhex martay, hadda ma u dhici kartaa? horta xanafi waxay dhaheen haddii ay uu boodo ri oo kadibna ilmo ka dhasho ay dhasho ilmaha ma ay baa mise waa xar iyo inayl wey sel ma la qalan karaa? xanaf waxay dhaheen ul baan ku dhufanaynaa, waxarti yarayd ul baa lagu dhufan. Hadday wii tiraan waa ay, hadday sida waxari iyo baraarkii naa u tiraahdana waa adhi bay yidhaahdeen. waxay dhaheen hadday weelaysa marna marna ay waxarayso maxaa la samay? ul baa lagu dhuftay, mar sidii maqashid bay u ciiday, marna sidii dhashi ayga u ciiday. waxay dhaheen caanaa loo dhigay, caanaa gool loogu shubay, inay sida adhiga u miigata iyo inay carabka la dhacdo baa la fiirinayaa. carabka hadii la dhacdo maxay noqotay? hadday miigato sida adhigu u cabtana waa neef adhiga. waxay dhaheen marna hadday miigato marna carabka la dhacdo maxaa laga samaynayaa? waxay dhaheen caws iyo balaq baa loo kala keenayaa, caws iyo doog baa loo soo guri, waa loo tiirin, kawaankaa la tegi, xugu balaqana waa loo soo qaadi, waa laaga dhigi, kay ku lixataa la fiirinaya. labaduba hadday cunto ka warma yidhaahdeen, balaqay ka bilowday meel bay saartay, cawskii bay aadeen meel bay saartay, maxaa la samayn? waxay dhaheen bismillah wallahi kubra lagu gowrici, waa la gowrici hortan waxarta iyadaa, marka la gowraco calooshada la fiirinaya. xiidmo wareegsan hadday calooshadu noqotona waa ay,
calool dhiilo weyn oo tii haweenka nuqufi jireen meesha ka soo baxdara waa neef ari ah balaafada maxayna geliyada su'aashi badnayd wey fuqaar dhanba waxay ka doodeen haddii injir harageedii mare laga sameeyo iyo salim lagu tuun karaa mise maya injir yaa soo ururiyo horta waxaa soo injira su'aashi badan mushkila weya ma ogta wakadeeda su'aal fara badanoo macno lahayn oo xukun diineed ku xidhnaynna ilaahay waa idinka hodaa iyo afgobaadsada buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam waa idaacat almaal maalka la dhumiyana ilaahay waa ka hodaa maalka la dhumiyana daabidkiisu waxaa weeye maalka haddaad ku bixiso dan diineed ama dan adduunyo waa maal aan la dhuminin oo la ilaahay loo dhowray weeye laakiin waxaan dan diineed ku jirin dan adduunyo ku anficin aysan ku jirin markaad ku bixiso waa idaacat almaal maalka la baatulay oo la dhumiyey oo la dayacay mutafaqun caleyh qowl uu yidhi nabigu mancan macnaha waxa weeye mancu maa wajaba calayhi wixii kugu waajibay alla ku saaro oo diiday inaad dhiibtood bixiso wahaatina waxa weeye talabu maa laysa lahu inaad codsatood raadiso waxaadan lahayn wa'du lbanaadna waxa weeye macnaahu dafnuhunna fi lxayaa ayagoo nool in la xabaalo wa qiila wa qaalana macnaahu waxa weye alxadiisu bikulli maa yasmacuhu wax walbood maqasho inaad sheegto ilaan beentii baad ka qayb qadanaysaa inay sii baahdee fayaquul wuxuu odhanaya markuu sheekeynaya qiila kada saasaa la yidhi wa qaala fulan kada hebelle sidaasuu yidhi mimaa laa yaclamu sixatahu oo ah saasaa la yidhi hebel baa sidaa yidhi waxa aad leedahay waxaad ogtahay inuu dhab yahay ma aha walaa yadunna mana malaynaha inuu sax yahay xataa ma malaynayo ila maruu xukun baa ku dhisane wa kafaa bilmar'i kadiban ruuxna waxaa been ugu filan oo ku deeqa been an yuxadita bikulli maa samic inuu sheego oo wax walba uu maqlo uu sii gudbiyo hebel baan iska saaraay hebel kaa saari mayso remiyu qaybbay qaabbay ku banaystaan hebel baan iska saaraay saa iyo saasaa la yidhi iska saaraay maxay hadda odaaba sii wade hadduu run yahayna sheeg hadduu been yahayna iska ilaali haddaad hubinna ka aamus wa idaacatu lmaali tadbiiruhu way waa in la sarsaydho oo la baatulo oo lagu fataalo iyo wa sarfu maalka in lagu baxsho fii kayri lwujuuh wadooyinkii almaduunu fiiha wadooyinkii la idmo wadooyin aan ka ahayn wada iyo wadiiqa la ogolya meelaanka inaad ku bixisa la yidhahdaa idaacatu lmaal oo min maqaasid alaakhira waadduniya danaha adduunya mid aakhara midna ma aan ahayn baad ku bixisay iyo wa tarku xifdi ilaalintiisa in laga leexdo oo xoolihii aad dayacdo ilaalin weydo dhowri weydaa ka mid a idaacada maca imkaan ilxifd adoo dhowri kara inaad meel cidlaa dhigto oo markaa uu gubto ama u halaagsan ama u baaba'o ama la xadaba haddii wa kahratu su'aal alilxaaxu waa in lagu celceliyo la naqo oo la wadwado weeye fii maa laa xaajata ilayh waxayn baahi ku jirin oo masale diineed ahayn dana nagaga xidhna inood celceliso ayaa loo jeedaa wa fil baabi axaadiidu baabka axaadiid badan baa ku timid sabaqa wa fi lbaabi axaadiidu sabaqat fi lbaabi qablahu baabkan haddaynu marayno ah taxriimu lxuquuq wa qaticat araxim axaadiid baa ku soo hormartay baabka kan ka horreeya kaxadiidi wa aqtacu man qatacaka riximow miyuun ku deeqin inaan gooyo axadku ku gooya xidhiidhiya axadku ku xidhiidhiya wa xadiidu man qatacanii qatacahu allah iyo xadiidka riximka uu yidhi axadka i gooya allaha gooya wallahu subxanahu wa tacala aclam.